الليلة أصدرت شركة لايفستايل ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة هايدي موسى بأول تعاون بيجمعهم سوا. الأغنية حملت عنوان أنا تعودت وعم تحقق نجاح كبير. كاميرا ميوزك نيشن كانت موجودة بكواليس تصوير الكليب الخاص بالأغنية. يعني إن شاء الله عمل يعجب الناس كلها وعمل مميز جدا من وجهة نظري، وفعلا تعبنا عليه واخترناه بعناية جدا جدا يوصل للناس أهم حاجة. شو كان رأي هايدي بتعاونها مع شركة لايفستايل ستوديوز؟ يعني يا رب ان شاء الله، والله تعبنا جدا، والاهم ان انا يعني حابه في شركه لايف ستايلز ستوديوز ان هي عندها، قلت قبل كده، نقدر نقول جوده عاليه جدا، سواء في اختيار المخرج، في اختيار الكلمات، في اختيار اللحن. فانا يعني نقدر نقول مغمضه ومتوقعه ان شاء الله باذن الله ان العمل يعجب الناس، لان احنا جربنا مره واثنين وثلاثه واخترنا الحاجه اللي ان شاء الله توصل لقلوب الناس، ويا رب يعني نتمنى التوفيق. هايدي عم تطرح قصه اجتماعيه جديده بهالكليب بتتعلق بالصحه النفسيه، فليش اختارت هالموضوع بالذات؟ بص، بصراحة أولا هي طبعا الفكرة، فكرة المخرجة هيفا فقيه، وأنا حابة أشكرها جدا إن هي ما راحتش لحتة الخيانة، لأن أنا طول عمري بشوف إن يعني نقدر نقول الفنان يعني الأحسن إن هو يدي رسالة في الكلاب بتاعه. فهي لو سمعت الأغنية من غير ما تشوف الكلاب ممكن تتخيل موضوع تاني خالص، بس الكلاب هو اللي عامل الفكرة دي، وطبعا الأغنية خدمت الفكرة جدا. وزي ما قلت لك انه المرض النفسي او لما الانسان بيمر بظروف وحشه بيحس دايما، خصوصا في العالم العربي، ان هو حابب ان هو ما يعني ما يضويش على الموضوع ده. فانا كنت حابه ان انا يعني الفكره دي لما اتقالت لي حبيتها قوي قوي قوي، لان لازم لو في حد بيمر بظروف صعبه او بيمر بمرض نفسي او بحاله نفسيه حتى، كل اللي حواليه يبقوا دعم ليه قوي لحد ما يخرج من الحاله دي، خصوصا مراته او زوجته او الانسان اللي معاه بيت واحد، لان هو بيبقى محتاج الدعم منها هي اكتر حاجه. اذا واجهت هايدي هيدي المشكله بحياتها، هل بتتقبل انه حبيبها يكون عم يعاني من مشاكل نفسيه وما يقدر يتحكم بتصرفاته؟ يمكن انا برضو قايله الكلام ده في الكلاب. في الكلاب انا ساعات بنسى انه هو عنده حاله نفسيه، فبزعل منه وبرجع بفتكر، فبزعل من نفسي انا ان انا ازاي عملت كده، طب انا ازاي مش عارفه ايه، لا لازم اكون جنبه. فاكيد اكيد حتى في الحياه الشخصيه الحمد لله انا بحس ان انا يعني لا هبقى اكيد دعم جدا جدا لجوزي او اخويا او اي حد محتاج ان انا اكون جنبه، لان احنا في حياه بعض عشان نقف جنب بعض، مش عشان انت صاحبك وخلاص ولا عشان دي مراتك وخلاص، لا عشان تقف جنبك في محنتك. بالتزامن مع إطلاق هيدا الكليب عم تنشط عالمياً حملة للاعتناء بالصحة النفسية، هل تدعم هيدي فكرة الحملة بأنه كل شخص لازم يحكي عن مشاكله النفسية؟ أكيد طبعاً، المرض النفسي ما هوش يعني ما يعني أبداً ما يروحش لحتة الجنون أو إن أنا لأ أنا كويس أنا ما عنديش مرض عضوي. المرض النفسي أخطر من المرض العضوي، يعني بيعمل أعراض أشد وأشد وأشد من أي مرض عضوي. فلازم أي إنسان حاسس حتى إنه بيمر بضغط نفسي يفصل ويقف مع نفسه ويقعد يتكلم مع حد، حتى لو يتكلم مع صاحبته، مع صاحبه، مع مامته، بس لازم يخرج الطاقة اللي جواه السلبية، لأن هي للأسف بتتراكم وبتكبر. هايدي وصلت على موقع التصوير ومع دعم كبير من الجمهور يلي ناطر العمل، فقديش هالشي بيريحها خلال التصوير؟ والله هو مش بيريحني، هو بيوترني للأسف وبيعملي ضغط نفسي كده، ان انا حاسة طب يا رب بقى لما العمل ده ينزل هل هيعجبهم. فاتمنى ان شاء الله ان انا اكون يعني قد ثقتهم فيا والعمل يعجبهم، وقد ايه والله فعلا انا متحمسة جدا ومتفائلة وحاسة ان شاء الله ان هو هيعمل حاجة.
فهيدا الكليب منشوف هايدي الممثلة، فهل رح ترجع تعيد تجربة التمثيل عن جديد؟ أنا عموما بحب التمثيل قوي، وخصوصا التمثيل الدراما. يعني وأنا صغيرة شوية كنت مثلا عندي 10 سنين 9 سنين كنت بقف قدام المراية وبخلق مشاهد وبدخل في المود وبقعد أبكي وحاجات كده، فاهم؟ فأنا عموما بميل للدراما شوية، فلحد دلوقتي بصراحة فرصتي متاحة جدا في الدراما، في الكلاب ده طبعا عشان كله دراما يعني. فيا رب إن شاء الله يوصل للناس. استنى كل جديدي على ميوزك نيشن. هايدي موسى.